وبرضه بقول ان الام او الاب ما تسيبوش ولادكم وتسيبوه مع التمرين وتقولوا هرجع لهم كمان ساعه، ترجع كمان ساعه ونص، ما هتخلص التمرين وهتقعد مع اصحابها في النادي. يا جماعه يعني ما كانش اهلنا بيعملوا كده، ما كانش الكلام دوت موجود، كانوا محافظين علينا اكتر من كده. احنا دلوقتي اصبحنا في مرحله لازم نخلي بالنا من ولادنا، ولادنا احنا عايشين عشان خاطر ولادنا، وده الجيل الجديد. الجيل الجديد هتطلعوه يبقى يعني مخوخ، يبقى دي مصيبه ثانيه وكارثه ثانيه، يعني ان هو يكون مخوخين. احنا هنربطهم جنبنا؟ لا مش هنربطهم، لكن برضو لازم نعلمهم ونديهم شويه ثقه، ونبقى برضو محافظين عليهم وبنشوفهم من بعيد لبعيد ومتابعينهم، لكن ما نقدرش نسيبهم ونفهمهم ان في خطوره عليهم.